طيب استاذ عصام، برضو النادي الاهلي دائما معودنا على شيء واحد، وهو اقفل الملف ده مهما كانت قيمته، مهما كانت المهم في النهايه هي مباراه في الدوري العام ب3 نقاط، وهي المباراه العاشره. لسه عندك كام؟ 24 مباراه تقريبا، 24 مباراه قادمين او 23 مباراه خلال الفتره اللي جايه. 10 ولا 11؟ 10 يعني، مش قصدي، انا قصدي ان انتهى التلت، لسه التلتين. لسه التلتين بدري قوي. ولا تزعل على نزعل طبعا على فقد نقاط، ولكن لسه بدري، محدش عارف. قصدك ما توقفش هنا كتير. بالظبط يعني، وده يمكن التعبيرات اللي هي دايما، ما انا كنت لسه اقول لك، اللي هي دايما قايمه عليها تحقيق الاهلي للانتصارات. العب وما تبصش وراك، في موسم ب 13 نقطة اوصي لو انت فاكر. صحيح. واحنا شباب بقى، الكابتن صالح قال لهم، ما زلت شباب وانت كمان، ما انا بقول لك واحنا، الكابتن صالح رحمة الله المايسترو. طب انت لسه، ده انت شباب شباب. لا ما شاء الله. المايسترو قال لهم كان الفرق 13 نقطة، العبوا وانا بقول لكم الاهم عن النادي الاهلي هو معدلات الاداء، ثم انتم مش فاهمين ليه ان منافسك هيقع. اذا انت بنفسك بتقع، ده دوري. وقد كان الموسم ده الاهلي خد الدوري الاوسط. طبعا يعني والحقيقه كابتن حشيش في الفقره السابقه اتكلم عن نقطه مهمه جدا، ان يا جماعه احنا كسبنا او كل حاجه وزي الفل، ولكن اللي جاي ما تحتفلش قوي يعني، وتلاقي نفسك تحتفل يوم المباراه ان انت انتصرت على فريق وقوي وكبير وكل حاجه. بص يا كابتن، لعيبه النادي الاهلي صحيح محتاجه ان احنا نقول لها ده يعني، بس مش بالصوره دي. لا، انا اقول له احتفل بقى لانك وصلت للتوليفه، مش احتفل بثلاث نقط. طبيعي ان الاهلي يجيب ثلاث نقط من اي حد الحقيقه يعني، لكن احتفل انك وصلت للتوليفه، وعرفت يعني ايه تبقى في الملعب بثقافه مغايره تماما لازمنه اخرى. وانا مصر ان ميزه الرجل كولر انه قادم من اوروبا خالص، يعني ايه اوروباوي، ما عندوش اي تور هنا، عنده يوم كامل، عنده شغل على الحاجات اللي هي الهسه واللمزه والنفس، عنده حاجات تخصصيه، شويه بشويه بيقوم لعيبه، خاصه اللعيبه بدات تقتنع بدون اسماء كده، اللي كان زعلان شويه ان ال 90 دقيقه، بدا يوصل له فكر الراجل. يا عم انت ال 10 دقايق يخلوك سوبر الفريق، مالكش دعوه بقى ببقيه ال 80، وانت يا استاذ عندك مهمه دفاعيه زي ما عندك مهمه هجوميه، هتعملها لعبك معاه. صحيح، لكن وصلت. صحيح، لكن يا استاذ محمد كانت ناس كتيره بتهاجم راجل على التدوير اللي هو بيعمله، حتى يعني كلنا اتكلمنا في هذا الامر، يجب التثبيت، يجب التثبيت. دلوقتي لما تقعد تبص على الاصابات اللي عندك، 8 اصابات يعني، حمدي وعبد المنعم لسه هيتم اليومين، بكره ان شاء الله سيتم، هنعرف موجودين ولا مش موجودين ان شاء الله. كده كده كريم مش موجود يوم امبي، كده كده ولا عمار ولا اكرم. امبارح كان في تخبيط دم تقيل من لعيبه ليها اسامي، عيب عيب. كرة القدم ليست هكذا يعني. النقطة اللي اتكلم عليها كابتن اسلام، اللي عملية التدوير يعني في بعض الأوقات قد تكون مضطرا يعني. صحيح. لكن هو يعني اللي خلى الناس تتكلم ان هو في بعض الأوقات ما كانش عندك إصابات وكنت بتغير كتير يعني، فالراجل ربما عايز يوصل لفكرة التشكيلة المثالية بالنسبة له يعني، وكنا بننتقده ان هو بيغير كتير، مطلوب الاستقرار في التشكيل الحقيقة. يمكن الشكل اللي احنا شفناه للاهلي في اخر ماتش بيراميدز من وجهه نظر انا ده الشكل الامثل للتشكيل الحقيقي يعني، في لعيبه بدات تظهر يعني، محمد هاني ما كانش موجود. صحيح. بدا يخش بشكل قوي المباراه الثانيه على التوالي، بيقدم بشكل قوي وشكل مميز دفاعيا وهجوميا. حسين الشحات زي ما الكابتن عصام بيقول انك ممكن تنزل 10 دقائق تعمل فيها بصمه كبيره جدا، وقبل كده نزل حسين الشحات 10 دقائق عمل جونين. امبارح نزل شوط ونص يعني، يا كابتن هيجي له الوقت يلعب 90 عادي يعني. تحس ان الناس عايز يلعب فايق وفارق، والحقيقه يعني لو استمر حسين وداس على نفسه واهتم بنفسه اكتر من كده، لان حسين الشحات عنده اكتر امكانيات اكتر من كده الحقيقه، لاعب مهاري، لاعب عنده رؤيه، لاعب بس يعني يثبت بالقوه في الملعب ويستغل الفرصه اللي بتجي له عنده. فوجوده مع محمد هاني اعتقد ممكن يعمل جبهه كويسه جدا، لا سيما اذا نجح في تهديد كمان الدور الدفاع اللي حضرتك بتتكلم عنه، وكذلك الناحيه الشمال علي معلول، احمد عبد القادر الحقيقه محتاجين دايما احمد عبد القادر مهما كان يعني عنده بعض الحب للكوره والسيطره عليها، لكن في النهايه احمد عبد القادر من اللعيبه اللي تصنعك الفرق، من اللعيبه اللي في المواجهات واحده واحده يقدر يخلصك ويقدر يحل لك مشاكل كتير جدا. صحيح. ويجيب لك اجوان. اتمنى ان فكره اللاعب اللي يسدد من ودي مفتقدينها كتير يا كابتن اسلام، دي ممكن تحل لك مشكله يعني، التسديده اللي عملها السوليه فكت لك الدنيا. صحيح. خلصتك المشاكل وركبتك المباراه وعلتك نفسيا وخليتك انت ماشي متقدم رغم الهجوم اللي تعرضت له، لكن ظليت وحافظت عليه. فلما يكون عندك لاعب مسدد، عندك لاعب مهاري، عندك
عندك لاعب مراوغ، كل الحاجات دي بتعمل فرق معاك. وتنفيذ الكورنر اعتقد اللي كان بيلعبها مين يا جماعه؟ معلول. معلول عمل اشاره بايده في تنفيذ لا الكورنر. لا انهي واحده؟ الجول اللي جت جول حسين شحات. انا بقول لك عمل اشاره بايده على اللعبه، اذا الراجل شغال على تخصصي. وبعدين انت نجم كوره، اللي يشوط الكره تحت رجله ده يبقى في تمرين صح، يبقى في عضله اماميه هنا. لا يعني في تمرين صح طبعا ماشي بيه. فما الراجل كان بيقول عايز اخلي عمرو السوليه كما رايته يعني قبل ما يمسك النادي، يبقى الراجل شغال صح يا جماعه. حقيقي الجمهور بقى وصبره ده شيء عظيم في حته تانية، لان الجمهور هو صاحب هذه الملحمه اللي الراجل كان محتاجه زي ما القصه بيقول من وقت. انه طبعا بين المواسم كان لازم في فتره الاعداد اوزت 5 ماتشات ومتدرجه، ما لقاش الاوبشن ده. حقيقي. وبالتالي هو بدا يحط ايده ان شاء الله مع وصول بعض التدعيمات والموسم ده تحديدا. الاهلي طبعا ما بيبقاش عنده نهم الشراء، لكن دايما احتياجاته، لكن الموسم ده بالذات او الشتويه دي يعني لا، الاختيارات اكثر دقه، وان شاء الله يكون في حاجات زي ما الكابتن والمجلس وعدوا الناس اكيد هتكون يعني اضافه للفريق.